السلام عليكم، مرحبا بكم. عندنا داكشي مغربي وضروري توحشنا اللهجة. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم صحه وسلامه. اليوم غادي ناخذكم المول كاساويل فين كاينين وليدات المغرب كيشتغلوا بكل امانه وصدق، وتبارك الله عليهم شرفوا بالمغرب تاعنا وبالرايه المغربيه. وعندنا كاين شيف مغربي يعني كيطيب جميع الماكولات المغربيه في هذا الريستورون، وكذلك امين كيدير شاورما رائعه ولذيذه جدا. وهانتوما معايا. هذا المول كيتواجد غرب جزيرة موريشيوس قرب منطقة فليكون فلاك، وهي منطقة هائلة بما فيها من الطبيعة الخلابة والشواطئ الرائعة والفنادق التي تطل على المناظر الجميلة. غنخلي لكم اللينك ديال فلوك الشاطئ في صندوق الوصف، وفيها كل الأشياء التي يحتاجها السياح، طبيعة، شواطئ ومطاعم مختلفة. ودابا نوريكم هذا المول، بعد ذلك نعرفكم على وليدات المغرب. اذا لاحظت هنا ان هذا المركز تجاري بلا سقف اي روفليس، وهذا النمط المعماري شائع جدا في امريكا خاصة لوس انجلوس وميامي. مختلف المطاعم تركية، صينية، أوروبية، أمريكية، موريسيا، عربية وهندية، لكم مجموعة من الاختيارات هنا للأكل. والآن سأخذكم إلى كيوسك للشاورما، وهو لسيدة مغربية وهي واجهة مشرفة لنا، ولها أيضا مطعمين يقدم فيهما الأكل السوري والمغربي، لاغوز دو داماس، وهو بالتأكيد حلال. السيد المغربي هنا كيبيع شاورما لذيذة بزاف، دايما كنجي لعندو. السلام عليكم. كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير؟ كلشي لاباس؟ كي داير مع الخدمة؟ والله بخير الحمد لله. كي داير هادشي؟ الحمد لله. طيب صافي بخير، كلشي مزيان، مرحبا بك. الله يبارك الله فيك. كاين عندو الشاورما، أنا شرح ليهم شنو كاين، كلشي جيو مغربيات عندك هنايا. الشاورما المغرب عندنا داكشي مغربي، فلافل، شاورما، لي برغر، لي سالاد سوريا، المهم عندنا الاطباق كالطوريا، كلاوه، كعب غزال، كعب غزال ها هو، سبوسه، هادو دوك اش كيديرو اليوم؟ سبوسه ديال سوريا. كاين مطعم مغربي نسول فيه، كاين مطعم مغربي هنا
صوفي كسكسو طواجن صوفو فيه كلشي ديال المغاربه كلشي اي حاجه اللي كتحام ولا اي شي مغربيه تجي لهاد المول مرحبا بك غتلقى المغاربه موجودين هنايا انا خديت من عنده عاد الشاورما انا بكثره اللذه ديالها خويا امين عندك اليدين لذادين داكشي بكثره اللذه ديالها خديت وحده اخرى عاوتاني يعني. جيدة هو مطعم لاغوس دو داماس وقبل ما نديكم الى الداخل بغيت نقول لكم ان امين وهؤلاء الشابان اللي غيبانوا من بعد خريجي معهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقيه فندقيه والسياحه السلام عليكم السلام عليكم هنا كاين السلام عليكم مرحبا بكم هنا كاين وليدات ديال المغرب خدامين في هذا الريستوران شو سميتك عبد الله مرحبا بك إلهام مرحبا بك بارك الله فيك بارك الله فيك الله يخطيك نهار كبير هذا بارك الله فيك كي جاتك جزيرة موريس جزيرة زوينة طبعا كلشي تعرف جزيرة ديال موريس زوينة بحر ديالها بالناس ديالها شنو نقولوا اختلاف ديال الديانات اللي فيها بأي حاجة زوينة هادشي اللي عجبنا فيها توحشتي المغرب؟ ضروري توحشنا البلاد حاجة باينة هذيك الماكلة ديال المغرب المغرب توحشنا شويه كاين هنا مع رجبه الله عمر اي حاجه بغيناها راه كيصايب لنا مسكين الله عمر هذا عمر اي حاجه مغربيه كنديروها هنا في ريستورون انا عمر الشيف هو اللي كيصاوب لهم الشهيوات ومبرعهم كيدير لهم داك الشيء كامل اللي كيتشهاو اي حاجه بغيتيها مغربيه الله يعطيك الصحه الشيف اي حاجه حبيتيها مغربيه عمر كيتكلف بها وضروري كتوحش شي حاجه في المغرب شي حاجه زوينه ولكن كومم الحمد لله اللهم لك لقينا عمر امتى كتبدا عندكم الخدمه هنا هنايا كنبداو تنحلو مع 11 ونص كنت مع 10 على 10 والكونجي ديالكم مثلا النهار ديال الكونجي في السيمانه شحال كتاخذوا نهار في السيمانه السيمانه عندك نهار ديال هي الاوف ديالك كتمشي فين ما بغيتي انا راك عارف مولي صافي عطا الله فين تمشي مره بالبحر مره هي بزاف البنات نهز عليها البحر هنايا دونك انا بعدا كنهز عليها بزاف البحر حنا ساكنين قريب في ليكونفلاك يعني على جوج دقائق على البحر مرة البحر مرة تمشي هنا لونوغ عاوتاني تشوف شوية السبت الحد كتخرج شوية راك عارف ضروري لا ندرتي شحال كنتقنط بصح شنو بغيتي تقول للأصدقاء ديالك اللي كيشوفوك هنايا والعائلة العائلة حاجة بينا كتوحش الوالدين كتوحش أبونا أبونا معنا في لاشين أبونا إذا كدير لي فيديو زوينين وبنت بلادنا الله يعمرها دار إنسانة طيبة شكرا بارك الله فيك ومرحبا بكم معنا مرحبا بكم في موريس شكرا بزاف مرحبا سلام عندهم ما شاء الله انواع مختلفه من الحلويات التركيه السوريه المغربيه كتنال اعجاب وتذوق جميع الناس الله كما كتشوفوا معايا الزخرفه والاتات مغربي يعني انا ملي كنجي لهنايا كنحس بطاقه ايجابيه وكنخرج يعني فرحانه بزاف لان كنتكلم مع هاد الشباب المغربيه وكنجلس وسط هاد الديكوراسيون وهاد الزينه يعني مغربيه كنحس براسي اني في موطني الاصلي وكناكل اطباق مغربيه وكذلك اطباق سوريه كالمندي وشيش طاووك والمهلبيه وبطاطا حاره يعني عندهم جميع الاطباق لذيذه جدا وتبارك الله يعني كيعجبني الحال بزاف وكنحاول نجلس مده طويله هنايا لاني كنخرج يعني بطاقه ايجابيه Thank you.
يعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالإعجاب والاشتراك بالنسبة للناس اللي كيشوفوني أول مرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.